هو انت ليه يا بابا طلقت ماما؟ امك ما عملتليش اي حاجه يا علاء، امك بس جابت لي الضغط والسكر والقلب وجابت لي اللمباجو اللي هو الكساح يا علاء. امك اللي وقعت لي شعري، بس ان جيت للحق العيب مش في امك، العيب في صنف الستات كله يا علاء. ازاي يعني يا بابا؟ كلهم زي بعض، كلهم اسطمبه واحده، يصحوا الصبح يا علاء ما يقولوش غير حاجه واحده بس، انا عايزه. انا عايزه تلاجه كبيره عشان تلاجتي صغيره قوي، وعايزه تشوشر عشان ضفري اتقطمت من غسيل الاطباق، وعايزه تكييف في الليفنج عشان لما ماما تيجي بتبقى حرانه موت، وعايزه تشوار جديد عشان القديم اطباق لي اطرافش عليه، وعايزه 5000 جنيه عشان هديه عيد ميلاد شروت صاحبتي، وعايزه مقدم شيل الساحل، وعايزه جيت سكي. ما تتاخرش زي كل يوم. حاضر. وما تنساش الحليب والزبد. حاضر. والبوكسيمات باقوى. حاضر. واثنين كيلو لحمه حمراء. حاضر. وكاسه شاي بميه. حاضر حاضر حاضر. النكد اكسجين المرأة، لو انقطع عنها تموت يا علاء. واحد ما بيصدق يروح البيت عشان يرتاح من دوشة الشغل، وهي كأنها محوشة كل الكلام وما صدقت لقيتك في وشها. انبوبة وانفجرت في وشك يا ابني. زين انك جيت، كنت عابي اخد رأيك موضوع مضايقني الحين. رشا بنت خالتي كانت تتشات معايا على الواتساب وبعتت لي قلب احمر، وانا ما ادري شنو اللي خلاني اسوي كذي، بعت لها قلب اخضر. انا كذي ابقى قليله الذوق؟ انت ليش ما تبي تشاركني مشاكلي مع رفيقاتي؟ ولا انا بس مطلوب مني اسمع مشاكل شغلك وغمراتك تشافها؟ あんたっていつもそうだよね。私のことなんか全然考えてない。子供のことだって全然考えてないし、全然家にも帰ってこないし、いつも仕事か遊びのことばっかり。私たちのことなんて全く考えてない。変な髪かまとか食べてるし、箸の持ち方も汚いし、いつも何考えてるか分かんないし、私の話は全然聞いてない。たまにちょっと聞いてるかと思ったら全然集中してないじゃん。本当にあんたって一体何なのよ。あんたっていつもそうだよ。 طول الوقت مشغول بمشاغل القبيلة والدفاع عن حيوانات القبيلة، ولا قاعد هنا لوحدي ولا تعرف أي حاجة عني خالص. صدقني يا ابني، لو لقيت بيت هادي اعرف إن ما فيهوش زوجة. مهما تحاول تحننها أو تقول لها كلمتين حلوين، قول لي يوم واحد حلو يا عنتر شفته معاك، أنت عمرك ما حبيتني. ليش بتقولي هذا الكلام يا عاد؟ إيش ناقصك؟ ناقصني ايه؟ انا ناقصني كل حاجه. هو انا عندي ايه اساسا؟ انت زوجة اغنى رجل في العالم، زوجة سلطان بروناي، لديك اغلى انواع المجوهرات والزمردات، ماذا تريدي ايتها المراه؟ بالله يا معلم. وفي اخر اليوم علاء تديك البونبونايه. ايوه البونبونايه، سلاح الست الفتاك، البوز. وسبحان الله يا علاء، سبحان الله، البوز عند كل الستات واحد، الهندي زي الصيني زي الافغاني ما يختلفش كتير عن الدنماركي. وكل الستات كوم وبوز امك كوم تاني، عارف قنبله موقوته. تعملي ايه يا ولية؟ اجري ولا والبولا. قنبله قنبله ايه يا واد؟ ما تفوق كده، ده ما بقاش بيت، دي بقت جرسونيره يا ماما. وانا سيبك في الحلم اصحى الاقيكي في وشي، عايزه ايه على الصبح يا ماما؟ يا واد هي بتكلم امك بالطريقه دي؟ ده بدل ما تبقى سعيد وفرحان انك شايف امك، ولا المفروض اقدم لك طلب عشان اشوف حضرتك؟ هو يوم باين من اوله يا ماما. انت هتقعد تبرطم لي كده؟ وقت صكوا بقى، عايزين ننام يا ولاد. مين الجثه دي؟ ده سيكا صاحبي. ولا قوم بسرعه، قوم بسرعه. ايه يا علاء؟ ايه ده يا علاء؟ ده حريمها الصبح كده، انا مش قادر اعمل حاجه. بقول لك ايه، اديها قرشين ومشيها. يا جزمه ضم، احترم نفسك، قوم اصطب نفسك، قوم. طنطم علاء. لا مؤاخذه طنط، لما تلحقك منك له. ايه المسخره اللي انتوا فيها دي يا ابني؟ ايه الحياه الملخبطه اللي انت عايشها دي يا واد؟ انت هتكبر امتى يا ماما؟ انا مش ناقص زن على الصبح، هتوقع لي شعر انا اخر. شعرك؟ انا ما قلت حاجه. طب بسرعه عشان مزنوق. مزنوق مين ده؟ يا واد رد عليا. يا ماما بقول لك صحابي، دول صحابي يا ماما. اصحابي يا خرابي، انت ايه ده؟ انت ايه بتعرق؟ انت ايه بتعرق حلبه؟ يا
يعني ايه بيت ما فيهوش فطار؟ الثلاجه ما فيهاش غير زيتونه يا عالم يا معفنه. اقعد ما الكباب جه. عايز اعمل اوردر. ده اسم مين؟ مزنوق. ده ايه؟ عايز ايه؟ الشقه هنا باسم مين؟ علاء عبد الغفور الديك يا ابني. الديك؟ ده ما يعرفكش يا ابني. هو انت فاكر نفسك ايه؟ عايش في السوق؟ عايش في خرابه؟ يا ماما صاحب صاحبي ومش لاقي مكان يقعد فيه فقعدته عندي في البيت. ايوه ايوه. لا مش في الكلام. هو انت عمرك ابدا تعترف انك غلطان؟ ما تقبريهاش يا عفاف، ما تعمليش من الحبه قبه. الفرد يا اخي بتاع امبارح ده كان جامد قوي. انت مصدر ده الفرد؟ الكارد. الكارد كان حته كارد. كنا على الكارد حالا في البامبرز اللي على راسك ده. ماما يا ثروت كارد لما ينطقكم انتوا الاثنين. هو انتوا فاكرين ان الكلام ده هيدخل عليا؟ قسما بالله انا قايله لمراتي. ليه؟ ليه؟ بكيلاش ليه؟ ليه يا ماما؟ بكيلاش يا طنط. انت فهماني غلط. انا الميه عندنا مقطوعه فجيت اخد دش عندكم. انا هسبقك على البنك. ها؟ وبروب جمالات زلابي يا معفن. الواد ده مش يتجوز؟ ايه اللي بيته عندك؟ ابوس ايدك يا ماما، هموت وادخل الحمام. ولا ده انت مجنون بقى. مجنون انت؟ هتعمل لي عبيط؟ تعمل رايح جاي وعمال تبرطع في الشقة وعمال يسألنا وانت مين؟ انا شاكك فيك يلا. انت تبع مين؟ تبع مين؟ انا صاحب الشقة يا متخلف عقليا انت. ايه؟ طب انت اسمك ايه؟ انا اسمي مش هقولك. يلا اتفضل خش على الحمام وانزلي على العربية. عم يا دي النيلة السودة يا ماما. ماما اركني بعد اذنك وخلينا اسوق انا. اخرس اخرس يا ولد. انت تيجي ايه في سواقتي يا ولد يا ارعن؟ ده تقولي لي ما شاء الله ماسكه الدريكسيون كانك ماسكه حله شوربه خايفه تتدلق عليك. في حد يمسك الدريكسيون كده؟ سيبك مني انا دلوقتي. يهون عليك برضو تسيبني شهر بحاله من غير لا تشوفني ولا تكلمني. ماما انا بكلمك كل يوم وبطمن عليك على فكره. ايوه يا حبيبي انا عايزه اشوفك لايف، تشوفني واشوفك ونكلم بعض، نرغي 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 كده مع بعض. دو 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 دو. الرقم ده بيتكلمني من الصبح. مش الو؟ الو صباح الخير، مساء على ايديك معايا؟ ايوه يا فندم. مين معايا؟ حضرتك رانيا محمود من شركه وداء ان كومباني التايم شير. مبروك رقم حضرتك كسب معانا عرض للشركه. يا دي النيله. ممكن اخد من وقتك 3 دقايق بس؟ في الحقيقه احنا طبيعه شغلنا قايمه على عدد معين من الليل بتاخده لما بتشترك معانا في عرض معين. طيب انا في ميتنج دلوقتي يا فندم بعد اذنك. يا فندم والله انا مش هاخد من وقت حضرتك اكتر من 3 دقايق. 3 دقايق بس. كلميني كمان ساعتين بعد اذنك. مبدا عندي يا ماما، البنت اللي ترغي وتلوك لازم اعمل لها بلوك. يا ابني امتى هتغير نظرتك العنصريه للمراه عشان تعرف تعيش؟ اعرف اعيش؟ وانت طول ما انت ثقه بيا هعرف اعيش؟ انا معرض للموت في اي لحظه دلوقتي. يا غبي ملعون، ابو اللي علمها لك سواقه. اكيد امك اللي جايبها لك. امسك الدركسيون يا واد. انت انا مش عارف جايب الثقه دي منين. انت اللي غلطانه على فكره. عاجبك انت حياتك بالطريقه دي؟ عاجبك؟ ادي موال الجواز اللي ما بتقاسيش منه يا ماما. انت عارف ليه انا ندمانه ان انا اتجوزت ابن عمي؟ ليه بقى؟ لان جواز الاقارب دايما بينتج عنه عيل متخلف زيك. اركني يا ماما على اليمين. اركني يا ماما. مفيش حد بيركن على اليمين وعلى 120 يا ماما. قدام البنك مش جوه البنك يا ماما. ماما انا لسه سايبك. في ايه يا ماما؟ نسيت اقول لك على كارت الفيزا اللي ما جبتهوليش بقالك شهرين. حاضر يا ماما هسلمه لك النهارده. تجيبهولي بكره بس مش قبل 7 ومش بعد 8 عشان نزل. حاضر يا ماما هجيلك 8 الا 5 عشان نقعد براحتنا. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. ازيك يا مدحت؟ ازيك يا علاء؟ عملت لي ايه في موضوع الفيزا بتاع ماما؟ ما تقلقش، ماما كلمتني وانا طمنتها. ماما مين اللي كلمتك؟ امك. ام انا كلمتك؟ ايوه يا اخي، وبتقول لي انها غلبت معاك زن، بس انا خلصت لها كل الاجراءات، ناقص بس تروح لفاتن تمضيها. ماشي يا ماما. شكرا يا مدحت. اي خدمه. شكرا. صباح الخير يا فاتن. صباح النور يا استاذ علاء. مزعل ماما ليه؟ مزعل ماما ليه؟ علشان ما عملتليش سندوتش العجوه قبل ما انزل وخرمت لي الزمزميه. في ايه يا فاتن على الصبح؟ مامتك كلمتني الصبح واشتكت لي انك مطنشه خالص في موضوع الفيزا كارد بتاعها. اتفضل يا سيدي. ادي قمضتي، روح للاستاذ عبد السلام هيسلمك الكارد. اتفضل يا استاذ عبد السلام. اهلا يا علاء، كويس انك جيت، عايز اتكلم معاك. خير يا استاذ عبد السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على مين يا علاء؟ على مين يا استاذ عبد السلام؟ على الام.
كلمتك انت كمان؟ لا 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 ما كلمتنيش. طب والله كويس. هي كلمت المدام عندي، اشتكت لها من اهمالك لكارت الفيزا الخاص بيها. وادي يا سيدي الكارت. يلا افرد وشك، هندم لبسك، في زياره، محافظ البنك المركزي جاي كمان نص ساعه. مصيبه تكون كلمته هو كمان. انت جيت يا نجم البنك؟ تريزا انت عارفه اني ما بحبش الطريقه دي. انت لا تحب ولا ما تحبش، انت مش مسموح لك اصلا انك تتناقش معايا. انا في دلوقتي على مكتبي 5 شكاوى متقدمين ضدك، 2 من زميلاتك و3 من ستات عملاء في البنك، ويعني انا اقدر دلوقتي حالا احولك للتحقيق. انا عايز افهم انت ايه اللي حصل لك بالظبط. بص يا تريزا، مش هتكلم معاكي باعتبارك مديرتي في الشغل، هتكلم معاكي باعتبارك صاحبتي دفعتي، فهقول لك الحقيقه. انتوا مخلوقات لا تطاق، وانت مفيش فايده فيك، هتفضل طول عمرك كده معقد مننا. يا بنت انت ولا في دماغي اساسا. طيب يا علاء، احب افكرك انك قعدت 5 سنين عاطل في بيتكم، واللي عينتك هنا في البنك انا، وانا يعني واحده ست. ست؟ طب ما تقفوريش بس. الست قال ده انت زنقت الستات كلها. يبقى عادي، خد المكوى يا سعيد. حاضر. كيفك قام عم بيقولوا صار عندك ولاد؟ انا والله كنت مفكرتك محبوس يا عماد. يا ولاد الكلب، سايبين النور ازاي؟ الرقم الغريب ده. الو، مساء الخير يا مستر علاء، معاك رانيا محمود من شركه هوليدي كومباني التايم شير. ده مش رقمك ده رانيا. لا يا مستر، ما احنا عندنا ارقام كتير. انا عندي لك اوفر مش ممكن تفوته، انا خايف على مصلحتك صدقني. وانت تعرفي مصلحتي منين عشان تخافي عليها؟ اسمعني بس، انا بنشد رجولتك وجدعنتك، والله العظيم يا مستر انت مش متخيل انا محتاجه الديل ده قد ايه. واقسم لك بالله، اقسم لك بالله مش هاخد من وقتك اكتر من 5 دقايق بس. مين اداك رقم عشان ابوسه من زماره رقبته؟ لا ما هو انا للاسف مش هقدر اصرح بمصادري الخاصه. انت هتعملي لي فيها صحفيه؟ انا فعلا كنت صحفيه، بس مش موضوعنا. انا ممكن اعدي عليك في اي حته، وصدقني مش هتندم. مش هينفع تعدي عليك في الشغل، وبعدين بيتي بعيد قوي. بعيد ايه يا فندم؟ مش بعيد خالص، مش 8 شارع البرجاز جاردن سيتي؟ انت عرفتي منين؟ انت مخابرات ولا ايه؟ للاسف انا قلت لحضرتك مش هقدر اصرح بمصادري الخاصه. طيب رانيا، عدي عليا بكره مش قبل 7 ومش بعد 8. متشكره جدا يا فندم، انا 7:30 بالدقيقه هبقى عندك. مع السلامه. بنت حلال وتستاهلي تدب المشوار. احلى تاني بلوك الارخم رانيا. الفيديو رقم 21، المرأة بطبيعتها بوشين تحت المكياج الخادع. يا إما عمر ساطع، يا نوع من أنواع الضفادع. امسح مكياج صاحبتك هتلاقي سيد ابن عمتك. اللي بيمشي ورا الستات بيحصل له ثلاث حاجات. يا إما في محكمة الجنايات. أيوة قتلتها، قتلتها وخلصت الناس من شرها. يا إما في صفحة الوفيات. مجنون وسارح في الاشاره. مزه بدا حلوه، مزه بدا حلوه، مزه بدا حلوه، مزه بدا. عزيزي المتزوج، احتفظ في محفظتك بصوره لزوجتك، وان مررت بضيقه او مصيبه انظر الى الصوره وتذكر ان لديك مصيبه اكبر بكتير. عزيزتي المراه، انت في حياتنا مش فرق. الله ينور يا ابو علاء، فيديو تحفة. والنبي الله يخليك علاء، اوعى الفيديوهات دي تقع في ايد حد توصل لمراتي تنكد عليا، وانا مش ناقص ناكد حياة ابوك. الله يرحمك يا رجولة. طب قول لي بقى يا خط الصعيد. ايوه. يا ترى استأذنت المدام عشان تيجي تسهر معانا؟ لا طبعا. مراتي باكيناس بايتة عند حماتي طنط أشجار في حي الأزهار. وأنا حمار. دي ليلة عيلة في النعمة. طيب في سؤال للحمار. اتفضل يا سمسار. هل من المنطق يبقى قدامك اوبن بوفيه مليان لحمه وفراخ وديك رومي وياكل جبنه رومي؟ يا سيدي انا بحب الرومي، انت مالك انت يا اخي؟ بص يا رانيا، انا ماليش في اللف والدوران، انا مديكي اخر فرصه ليكي هنا في الشركه. لو لحد اخر الشهر ده ما جبتليش عدد محترم من العملاء انا اسف جدا، انا مضطر امشيكي. لا تمشيني يا مستر منير، هو انا ما قلتلكش ده انا النهارده عندي ميتنج مع عميل مهم جدا، ده كمان قال لي انه بعت لي ناس تقيله قوي في البلد. انا مش عايزاك تقلق خالص يا مستر منير، رانيا محمود شعلة نشاط وطاقه بلا حدود. عن اذن حضرتك.
بلبس يا ماما. ايه انزل بالبوكسر يعني؟ تاخرت قوي. معلش سعيد المكواجي اتاخر عليا بالقمصان، وبعدين انا مستعجل اكتر منك، في حد رخم جاي لي لازم اخلع منه دلوقتي. يلا مع السلامه. مساء الخير، مش دي شقه الاستاذ علاء الديك؟ اه، علاء الديك والمصباح السحري. ايه القلش ده؟ يا دي النيله بانها جت. ابن الفراسي ما بيجيش بيده فاضيه خالص، ده وقت مزز. الاقيش معاكي فكه 200؟ طب لبان سماره. مساء الخير. مساء الشقلبه على البنات المؤدبه. ده انت ذوقك اتبدل على الاخر. انا رايح مشوار وارجع بقى ندرمغها في الشقه سوا، نتشقلب سوا في الشقه. ايه ده هو فاهم ايه؟ فاهم صح جدا. نعم يا ابن اللعيبه، جايلك على التبطاب. نازل انا والشقه هتبقوا لوحدكم خالص. انا مش عارف اشكرك ازاي على الواجب ده. واجب ايه؟ على فكره حضرتك فاهم غلط. ممكن افهمك صح؟ لا فهمي هو، ولما ارجع ابقي فهميني لوحدي. المهم في بنت بارده برود الابل من بتوع التايم شير ومساء الخير يا مستر والحاجات دي. تحليلي من صوتك كده انك هتفتح هتلاقي انثى العنكبوت في وشك، ما تفتح لهاش. متشكره قوي يا مستر علاء على رايك فيا. مستر علاء؟ هو انت؟ ايوه انا يا استاذ يا محترم. انا بجد مش لاقي كلام اقوله لك غير انك انسان قليل الذوق وقليل الادب وجليات. راح فين بس ما كنا كويسين؟ وبعدين انا لسه ما فهمتش. ابعد عني يا حيوان انت كمان. هي دي انثى العنكبوت؟ ده انا اللي بقيت ذكر العنكبوت. مساء الخير يا معاطي. مساء النور. بعد اذنك يا استاذ علاء، عندي مشكله في البورصه وعايز رايك. بورصه ليه؟ هجيب ساويرس بعدين مش فاضي. جاتك وكسه للمكنسه اللي هجيمه عنك. وانتم مهند ونور ليهم جيمه عنك. معاطي نسيت الموبايل في العربيه والعربيه مفتوحه، هتقولي بسرعه. مش فاضي. بعدين اهلا. ازيك يا خالو؟ اهلا بعلاء الشقي. علاء الشقي؟ ما سمعتهاش من ايام ما الدولار كان ب2 جنيه. طب اقعد يا ليمت. انت فين يا عم؟ ده انا تقريبا نسيت شكلك. انا راجل عازب وماليش في قعده المتجوزين وجع الدماغ ده. مسيرك يا حبيبي تتجوز وتبقى زينا كده وتلبس الجلابيه. جلابيه؟ ليه وانا هتجوز ولا هتطهر؟ كتموا بقى عشان مراتاتكم جايين. اخص عليك يا علاء كده، ما تسالش علينا طول المده دي كلها. طنط اهداف وطنط الطاف وحشتوني. وانت كمان. ما شاء الله طنط اهداف والطاف بيفكروني بتران وصنافير. اخوات وبيكملوا بعض مش زي ناس. سيبك من كلام الافلام ده يا ماما، انا دخلت الشقه حسيت ان انا دخلت دار مسنين. انت مجمع الناس دي كلها النهارده ليه؟ هو يعني لازم اعمل افلام عشان حضرتك تشرفنا؟ افلام؟ هو في ايه بالظبط؟ عيد ميلاد جدتك بطه النهارده، وطبعا لو كنت قلت لك ما كنتش هتيجي. احنا عايزين بس نطفي لها تورته. يعني انت عامله لي كمين يا ماما عشان اجي؟ انا جايباك علشان ما ينفعش العيله كلها تبقى متجمعه وانت الوحيد اللي مش موجود. سيبك من الكلام ده كله، انا جايب لك هدايه يا حبيبي. كارت الفيزا اللي كنت دوشاني عليها. ماشي. يا ترى فين تيتا الكتكوته بقى عشان اقول لها كل قرن وهي طيبه؟ يا ارهم ايه قاعده جوه بتصلي وبتدعي لك؟ دي بتشاور لي وبتصغر لي وهي بتصلي. هي لسه فيها العاده دي؟ في مره فتحت لي الباب ورجعت كملت صلاه. اهلا بحفيدي البراوي. بصلي يا اخويا بدايلك ان ربنا يتوب عليك من العيشه البزراميطه اللي انت عايشها وتتجوز. اهلا بعلاء الوحش اللي ما بيسالش في حد. خالته حبيبتي ازيك وحشتيني. ازيك يا حبيب خالته يا روح خالته. اسكت يا ماما، النهارده كنا هنحتفل بعيد ميلادك وطلاقي في نفس الوقت. ليه كفل الشر؟ مديح يا ماما كان عنده بدله شكلها غبي وهو مش ناقص غباء، كان راكنها في الدولاب، كان شاريها من روسيا ايام ما كان بيصطاد دباديب. بيصطاد دباديب؟ ايوه. وانا خفت يلبسها تاني، شكلها وحش قوي مزري، فقلت اشحطها على مرتين عشان ما يلاحظش. قمت واخده البنطلون ومديها لمعاطي البواب، لسه هشحط الجاكيت فجاه فتح الدولاب وقرر يلبس البدله، ما لقاهاش طبعا كامله. هاتك يا زعيق وهاتك يا شخيط ووقفنا على الطلاقه. يا رب بقى ما اكتشفش موضوع الشرابات. هي وصلت للشرابات كمان؟ خير يا خالته وغوشتيني.
اصل انا كانت كل ما تضيع مني فرده شراب وانا بغسل عشان ما اعملش مشكله يعني على الفرده الثانيه كنت اطوعها من البلكونه فكده ما اكتشفش الموضوع خالص. الله يرحمك يا بابا، مش فالحين غير في القرطاسه. عيب يا ولد. كل سنه وانت طيبه يا حماتي يا بطوطه يا اموره. ريحته دببه يا مديه. عقبال مليون سنه. ايه اهلا اهلا سي علاء المختفي. هو انا بس اللي مختفي يا عمو؟ ده اتضح ان في حاجات كتير قوي بتختفي. شرابات وبنطلونات. يا نوحة نوحة اطفي. ايوه يا بابا. كنت فين يا بنت؟ مفيش يا بابا، كنت بذاكر فوق في البيت شويه. مش وقته، اقعدي هنا ما تتحركيش خالص. حاضر حاضر. نوحة بنت دي في الكليه بيسموها الشاويش نوحة تربيتي. شيرين مبروك يا شيرين. ميرسي يا انكل، شايف الذوق. مش انت وحشتيني؟ بعدين ايه مبروك؟ نادر طليق رجعك ولا ايه؟ يا ريت، ده يتجنن عليها. بقول لك ايه؟ انا عاوزك في البلكونه بعد ما تخلص. ها؟ بقول لك ايه؟ انا عايزك في البلكونه. هكون عايزك في ايه يعني؟ هاكل لك ودنك. هو بيبارك لك على ايه؟ اختك بقت اصغر عضو منتدى في الشركه ورئيس جمعيه المرأة. رئيس جمعيه المرأة واصغر عضو؟ طب على فكره انت عضو بقى مش عضو، بلاش تلزيق في الرجاله. تلزيق؟ على فكرة بقى هما اللي بتلزقوا بس أنا اللي مش عايزة. قولي لي يا تيتا بقى عندك كام سنة دلوقتي؟ هو في راجل يسأل واحدة ست السؤال ده يا حمار؟ حمار؟ يا خسارة رجالة عيلة الديك. رجالة مستخبية من مراتاتها بالسجاير كأنهم بيسرقوا. رجالة شاكة اندهان. مش قادرين يشربوا السجاير جوه الشقه قدام مراتاتهم، والا مراتاتهم هوب ترفع الشبشب ابو ورده على طول. ما شافونيش ايام زمان يا علاء، ايام زمان ايام ما كنت بشرب السجاير دي كنت بطفيها في الانتريك كده، تلاقي الانتريك كله مخرم 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 قدام مراتي وهي شايفه انا بعمل ايه. ده تقول لي عليك يا عمو مديح، ده لو رجاله مصر كلها زيك كانت خربت على الاخر. بص الراجل الزربيح مراته رمياله نص الشرابات على الشجره. أنا لو منه أتبعها تلاقيه رجل حمار زيك كده. حمار بس ده حمار وأهبل كمان. شوفي على ابني، أنا هديلك نصيحة من الكتالوج الخاص بتاعي. أنت لازم تعرف إن الستات دول زي النار، بتحرق بس بتدفي. إحنا بقى زي المية، وطول ما هم نار إحنا مية مية. ولازم تحسسهم إن هم بس لو فكروا يحرقوك قش تطفيهم. والله لو قاعد مع مصطفى محمود ما اتعلم العلام اللي انا بتعلمه ده يا عمو مديح. بس انا بشبه على شراب الكروهات ده يا عمو مديح، مش تقريبا كنت لابسه يوم فرحك؟ لا. بقول لك ايه، انت ناوي تطلع معانا طلعه الصيد بتاع السنه دي ولا لا؟ انا خلاص حجزت الاتوبيس وهنسافر على اسوان. خلاص ناويتوا تطلعوا الطلعه بتاعت كل سنه؟ اه بس المره دي بقى ايه؟ الطلعه مشفيه من غير ستات. احنا لمينا كل الرجاله اللي في العيله، اظن بقى المره دي كده ايه هتطلع معانا مالكش حجه اهو. ما دام ما فيهاش ستات انا كده ممكن افكر واجي معاكم. بس يا ترى المره دي هتصطادوا ايه؟ ده مسيح طبعا. جهز نفسك بقى الجمعه الجايه. وانت كمان هتوحشيني يا نور. اياكش تروح ما ترجعش. بقول لك ايه، لو جعت بكل مرتي. يلا يا مهند مش وقت عواطف. واحده واحده عليه. يلا. الاستاذ سامح الديك ابن عم امك. تشرفنا يا عم. استاذ عزيز الديك ابن عم ابن خاله امك على طول. تشرفنا يا عم. استاذ شفيق الديك يبقى ده ابن جده عم امك على طول. تشرفنا يا عم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يلا يا جماعه هنتاخر على بيت الرجاله. ما تقلقش. دي بركة كعب وهتعملها وصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير قوم نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمت رجال وانا هادي مع السوهاجي والقناوي والسناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال ما توصيش السوايسة الدنيا هايصة كده كده واللي اسمع علاوية يا مجاد والعدا كلمني عشر اقوى واحنا ويا بعض اقوى واحنا ويا بعض اقوى واملنا كبير
راحت كل رجالة العيلة وما فضلش غيري. بقت آخر ديك في مصر. لا إله إلا الله، الديوك كلها ماتت. دي انفلونزا الطيور. لا ده انفلونزا البيض. انت هتهرج يا سيكا، ده عندهم مأساة. ده كده اللي يتخانق معاهم يقول لهم يلا يا عيلة ما فكيتش راجل. ما تحترم نفسك يا جدع انت. ليه وانا سوسن بدري قاعده جنبك؟ انا ما اقصدش هشقيق، بس دي الحقيقه. ولا تقلق يا ابو علاء، احنا هننزل دلوقتي وناخد بطاره. من مين؟ من التماسيح. نطلع على توكيل لاكوست ندغدغه. انتوا عيال ما عندكوش دم، بتهزروا في المأساة اللي انا فيها؟ بقول لكم كل الرجاله ماتت. هعمل ايه في العزا النهارده؟ هقف في العزا لوحدي؟ تقلقش هشقيق، هتلاقينا اول ناس في العزا. كلنا في ظهرك يا ابو علاء. فعلا الشده بتظهر العيال. صدق
انا يا ست اغاني الاواس حرم المرحوم مديح. ايه؟ نعم يرحمك. انت مهجوله يا ست. انت ايه اللي هي بتقوله ده؟ بابا مش ممكن يعمل كده. بقولك ايه، اقفي عوج واتكلمي عادي. يا جماعه اسمعوني، اسمعوني بهداوه وبلاش الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. والله العظيم انا بجد مرات المرحوم مديح. الله، احنا اتجوزنا 6 سنين على سنه الله ورسوله. هاتي يا كلبي يا عقير يا وادي. لا ربنا يكحبك ونرجعك. استهدي بالله يا خالته، مش يمكن ظلمه خاله والست دي نصابه والورقه دي مضروبه؟ الله يسامحك يا اخويا. معقول انت المديح يعمل كده؟ لا يخسى عليه بجد. دول عمرو خسيس وديلو نجس. بس يا تيتا انت جاي عايز ايه بالظبط يا ست انت؟ ايوه يا استاذ، انت باين عليك عاقل كده وحكيم. ميرسي. والمصحف انا ما طمعانه في حاجه. انا كنت جايه ازور المرحوم وعايزه منكم حته اقعد فيها بس في القاهره لحد ما اعلان الوراثه يطلع. الست دي بتتكلم في الصح بصراحه، عدها العيب. عدها ايه؟ عدها قطر. اخلص انت. انت ست نصابه وجايه تحتلي على جوزي عشان طمعانه في شقه في عمارتنا، مش كده؟ يا نوال يا اختي. اسمي نوال هانم. ايه نوال دي؟ صاحبتك انا في الشارع؟ بقول لك ايه، اقفي من قدامي دلوقتي يا اما انت مش عارفه انا ممكن اعمل فيك ايه. وانت ليه تعملي؟ ما احنا كلنا نعمل. ايه ده؟ صلوا على النبي. يلا يا حبيبي اركن بقى، يلا وتعالى. حالا يا ماما. وراك يا حبيبتي على طول. يلا يا حبيبي. حالا. علاء يا علاء. فين الاسانسير؟ يبقى جه. يلا حلوه. طب على المطبخ. المطبخ قوي. هصوره بالتليفون انا عشان اشوف تعبير وجهه. تعبين ايه؟ بقول لك ايه، لما تصوره ابعتها لي على الواتس. حاضر حاضر. فتح الباب. انزلوا. سيكا ثروة. الحمد لله ما هماش. الجزم اللي ما عندهمش احساس عشان ما برتعين في الشقه وانا طالع عين اهلي في الطرق. ايوه سيكا. الو، صوتك واطي كده ليه يا ابني؟ قفشوك ولا حاجه؟ كنت نايم يا علاء فقلت امس عليك قبل ما انام. وانا والله هموت وانا ماسيك. يلا تصبحوا على خير. استر نفسك. يلا يا ميسي، فين الكونتر قتاك؟ احبك يا فتاك بتاع الكونتر قتاك. ولا ايه يا عم السباك؟ متشربها يا بنت الكونياك. قوم يا عم ما تزهقناش بشخيرك ده، رد على تليفونك. علاء عايز انام، عايز انام. ولا سيكا اؤمر، اوعى مراتك تعرف انها جيت اتفرجت معاكم على الماتش. ها عيب، هقول لها كان في الاستاد. لا، انها كان بيلعب ضربات جزاء. ساعت انت قوي يا علاء. طنط ماما على التليفون. علاء ماما بتتصل. طنط ماما ايه يا ابني؟ انت مين ده؟ مش هقول لك. المهم رد على مامتك دلوقتي، افرض محتاجه حاجه، لو تعبانه روح لها. انا دمي برضه. ايوه ماما خير. انت فين؟ ايه في الاسم؟ يبقى طمنا ابو علاء. اجي معاك يا صاحبي. طب كده احنا استعلمنا وتاكدنا ان ورقه كله سليم. انا نوال بنت سمير الديك، انا جوزي الهي ربنا يكحمه مش يرحمه، يتجوز عليا ست البلدي دي. دي اكيد بتاعه البط. العيل ما تعلاش عن الحاجب يا ست. انا وليا غلبانه والمصحف. انا مريضه سكر وبربي يتيمه. هو كمان مخلف منك؟ لا يا اخويا والنبي ما مخلف مني. انا مخلفه يا اخويا من جوزي الاولين. بنت غلبانه يتيمه ومنكسره. حطها عند اختي في المنصوره لحد ما نشوف موضوع الورث. هي مديح ده طلع فعلا الرجاله مالهمش امان. متفقه معاكي تماما. انا نفسي اعرف انت بتطلعي منين؟ جيتي هنا ليه وازاي؟ ماما عفاف كلمتني لما انت ما رديتش عليها يا علاء. ماما عفاف؟ ماما عفاف مين؟
ماما عفاف. اه ماما عفاف طبعا، وماما نجوى، وده احنا نجيب ما خلصونا. بقول لك ايه يا باشا، اطلب لنا بقى المأمور عشان نعرف ناخد راحتنا. المأمور؟ انت فاهمه ان انت هنا في سنترال؟ اكلم لك المأمور كده عادي؟ تعرفي انت المأمور عشان اكلمه لك؟ معتز باشا ده حبيبنا، وفؤاد باشا رئيس المباحث، وعلوي باشا مساعد الوزير. طب حضرتك تقولي الكلام ده من بدري شويه، بحيث ان احنا نعمل مع حضرتك يعني الواجب مش اكتر. ايه 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 النور ده؟ والله الاسم نور. هات ليمون يا امين، هات ليمون. احنا لو اللي معانا ريهام سعيد مش هتعرف الناس دي كلها. انت عرفتي فؤاد باشا وسياده القاعد معتز والناس دي كلها عرفتها امتى وفين؟ انا علاقاتي في كل حته يا علاء. بعدين انا مش كنت قلت لك ان انا كنت بشتغل صحفيه قبل التايم شير؟ طب معلش، بما ان يعني الناس دول كلهم تبع حضرتك وان احنا طلعنا اهل، ما تيجي بقى نلم الليله، بحيث يعني ان احنا مش عايزين نمشي حد من هنا زعلان. وبعدين البي قريبهم صح؟ اه طبعا قريبهم، بس ما اعرفش الاستاذه. دي فزوره، دي ما تعرفهاش؟ لا طبعا يعرفني، هو بس بيحب يهزر. طب معلش ممكن دقيقه واحده بس؟ متعقلهم يا باشا، عشان انا ماليش في دوشه الحريم دي. حاجه الست اللي لابسه اسمر هناك دي، القسيمه بتاعتها سليمه اسمر، وبعدين كل اللي هي طمعانه فيه شقه تتوى فيها. تتوى فيها؟ انا بكلم حضرتك ليه؟ لان حضرتك الراجل اللي معاهم، واكيد يعني ليك كلمه عليهم ولا ايه؟ انا فعلا الراجل اللي ليا كلمه عليهم. هحاول خالته، انا عايزك تسمعني كويس. الظابط اكد لي ان الست ورقها كله سليم، يعني عايزك تخليكي ذكيه. ابقى ذكية ازاي في موقف زي ده؟ يعني تبقي على غير طبيعتك يا نوال. ايوه يعني تشتري نفسك يا خالته، الست دي ممكن تعمل لنا محضر حالا بالعضه اللي انت عدتها لها. فين يا حبيبي؟ في حته ما ينفعش اقولها يا ماما. انتوا هتقضوها اصوات، قعديها معانا واقصر الشر. اخرس! قعدها فين؟ ده على جثتي. على فكره بقى يا خالته، انا رايي من راي علاء. هتقعد في الشارع يعني؟ دي واحده ست وليها حقوق، واحنا لازم نساعدها. بصي انا مع الولاد، احنا نجيبها عندنا في البيت لغايه ما نعرف نطفشها بطريقتنا يا نوال. الموضوع خلص، خلاص انا اقنعته، احتويت العيله وفهمته من الست تقعد عندنا في البيت. الراجل مش بس بكلمته، الراجل برعايته وبيته واسرته. تأمريني بحاجه تانية يا ست الكل؟ امر لله، خدي يا اختي. هلا مدام اغاني، الشقه زي الفل والعفش مش وحش. مش بطال بره طيب. هما كلمتين هقولهم لك، انا ممكن اقلع لكم الارض. استهدي بالله مدام، حد داسلي على ضهرك، اصلكم ما تعرفونيش. انا وليا مجنونه وصابطه. شبطه؟ اه صابطه، اصل انا لا مؤاخذه زي الوطواط بلزق تحت الباط. بتقول لك زي الوطواط بتلزق تحت الباط؟ ده طلعت مش اي اغاني، ده طلعت مهرجانات. اطلعوا فوق مدام سويت. يلا كتكوا البلد، انا هقطع عنها الميه وانا هقطع عنها النت. هو ده اللي ربنا قدركوا عليه؟ انا شخصيا هرمي زبالتي قدام عتبتها، على الأقل نكسب ثواب في الأوضة. ماما بصراحة كده يعني أنا مش هقدر أشترك معاكوا في اللي أنتوا هتعملوه ده. أنا هكتفي بس بإن أنا أدلق مية على الحبل أغسلها كل يوم، بس كده. يبقى اتفقنا. إيه الشر ده؟ ده أنا لو قاعد مع كفار بني عبس مش هيقولوا كده. أنا همشي. عايزين حاجة؟ تمشي تروح فين؟ أنا خايفة من الست دي يا علاء. الست دي ممكن تعمل فينا حاجة وإحنا نايمين لوحدنا. اقعد يا حبيبي معانا يومين ثلاثة كده عشان تعرف ان البيت فيه راجل. ماما على فكرة انا ماشي وانا خايف على الست دي من اللي انا سمعته دلوقتي. وبعدين كام يوم انا عندي شغل لازم امشي حالا. بقول لك ايه؟ ما تسيبنيش مع الست دي لوحدي، انا ممكن اتكل فيها جناية. ماشي خاطري يا علاء. علاء خليك معانا بليز، ما تسيبنيش لوحدي معاهم. علاء انا خايف، انا ما بقيش غيرك بعد بابا الله يرحمه. والنبي يا علاء. شكرا يا علاء. ماما انا مش لاقي ايدي عشان ازرر الزرار يا ماما. معلش حبيبي انا ازرر لك، قصدي بتاعت المرحوم مديح اخدتها من نوال، بس اوعدك بكره اروح شقتك واجيب لك كل هدومك. هو
هو انتوا خاطفيني ولا حاجه؟ بالظبط كده. انا ما صدقت، انا ما صدقت يا حبيب قلب امه انك تيجي تقعد معانا. عارف عارف لو انت وافقت تقعد معانا انا مش هرفض لك طلب خالص. انت بس قول وانا مش هنطق. ما تساومنيش يا ماما، انا اقعد معاكم بس عشان انتوا ستات مكسورين الجناح ومفيش راجل غيري. زي بعضه، ربنا يخليك لينا يا حبيبي يا رب. يخ يخ يا عم جزته يا ناس يا رب يا رب يا رب ما يحرمني من دخلته علينا ابدا يا رب. امين يا رب، بس ارجع شقتي بقى يا رب مش كل يوم. طب زي بعضه معلش، المهم ان انا اشوفك وخلاص. طيب احكي لك حكايه السحلفه والارنب. حافظها يا ماما، الارنب هينام في الطريق والسحلفه هتسبقه. فاكر يا علاء، فاكر زمان كنا عايشين ازاي قبل ما اتطلق من ابوك؟ كان كل يوم ينكت عليا، خصوصا لما اسيبه واجي لك علشان احكي لك الحدوته قبل النوم، وعينيا اتغفل واسيبه. وبعد ما اتطلقنا انت اصريت انك انت تروح معنا عشان كنت متعلق بيه. من ساعتها وانا بتمنى اللحظه دي، بتمنى انك انت تيجي تبات معايا في حضن امك ولو ليلة واحدة، وأحكي لك حدوتة برضه. كان في واد جميل قوي عنده نغازات اسمه علاء، وكان أبوه رزل قوي وأمه طيبة قوي. بأي واد مع أبوه رزل يعيش معي؟ وبعدين أمه بقى، أمه بقى كانت بتبقى تعبانة الله يرحمك يا بابا زي ما وصفت لي بالظبط. يلا القطر وصل. ما بحبش اللبن. عشان تكبر. ما بحبوش. وعشان تسمن. ما بحبوش. وعشان سنانك تطلع. شوفوا شوفوا شوفوا. ما بحبوش. شو ملاحي؟ جبت لك كلسون جدك عشان تلبسه. كلسون جده يا تيتا وانا رايح احرق في الارض. بقولك ايه، انا مش عايزاك تستهوى، الدنيا النهارده برد. هتلبسه يعني هتلبسه؟ حاضر هلبسه. كويت لك هدوم. ميرسي يا شيرين. طب محتاج اي حاجه؟ الله يخليك. بجد اي حاجه؟ شكرا. طب قولي اي حاجه بجد. خلاص بقى يا شيرين. ايه ده؟ امسك امسك. مش تخبط يا ابني. مش عارف عايشين في سوق الجمعه دول ولا ايه؟ مفيش اي ذوق. مش ممكن كده يا جماعه، ايه الخيله دي؟ في الغلاسه دي؟ فرحانين بيك. فرحانين بيا تخضوا لي بالشكل ده؟ خلاص يا جماعه. قلب امك قمر يا ناس، قمر والله. هشوف مين على الباب. يا اختي على النخزتين يا اختي يا قمر. اخيرا اخيرا بقى عندنا راجل وبيفتح الباب. يسلم لي يسلم لي هالفتحه. انت استاذ علاء؟ خير يا حبيبتي، انت مين؟ انا سمر بنت مدام اغاني حرم المرحوم مديح. اهلا وسهلا بيك يا سمر. انا كان نفسي اقعد معاكي والله واتعرف عليكي بس عندي شغل. مش مهم مش مهم، ماما جالها غيبوبه سكر وانا مش عارفه اعمل ايه. ممكن تيجي معايا؟ طبعا يا حبيبتي تعالي. بدانا السهواكه بقى. طبعا. تفتكروا بتتسهوا بجد؟ طبعا طبعا. بقول لكم ايه، انا عندي شغل. ماما عن اذنك اخش يا حبيبتي. يلا دقي يا نواف. بالشفا ان شاء الله. روح إلهي ربنا يسترك. والله أنا ما عارف أشكرك إزاي يا سعلان، أنت أنقذت حياتي. روح ربنا يرضيك. إيه
اوعى يا اخويا تفتكر اني وحش ولا تصدق الكلام اللي انا قلته على السلالم ده. وش بعمله عشان احمي نفسي؟ اصل وحدانيه زعلان ومليش حد في الدنيا، وانا والبت دي الا ربنا. بعد ما دي حلا يرحمه مني. الله يرحمه. مش عايزك تشيلي هم اي حاجه، اعتبريني اخ ليكي وخلي صبر. ممكن نتكلم مع بعض كلمتين على انفراد؟ طبعا. مرسي. أؤمر يا ستي. اولا بشكرك جزيل الشكر لمساندتك لينا. لا شكر على واجب. ثانيا انا كنت متعلقه بأنكل مديح قوي بعد ما بابايا مات، وكنت مطمنه وهو معانا. كان كل ما بيجي لنا بيخرجني وبيفسحني وبيوديني الملاهي، وهو الوحيد اللي كان بيركب معايا الدودة والقطر عشان ماما بتخاف منه. ومن يوم ما مات وانا ما بقتش اعرف اركبه. ممكن تبقى تركب معايا الدودة والقطر؟ كنت بتعمل ايه عند الدجة دي وكمان بتحدف لها بوسة؟ يا تيتا انا بحدف بوسة للبنت الصغيرة مش لمامتها. يعني انا ادخل اجيبها من شعرها دلوقتي؟ يا جماعة الرحمة، الست جات لك رزة سكر بتجت عشان تستنجد بيه، دخلت اديت الست الحقنة في دراعها مش في حتة تانية. كيزة سكر ولا كيزة محن؟ قصدك يا خالته؟ قصدي ان هي بتعمل الفيلم ده كله عشان تشنكلك زي ما شنكلت مديح. وانا مش زي مديح عشان تشنكلني. انتوا عيلة فاضية. السلام عليكم. اسمع يا علاء، انا لو شفتك تاني مرة عند الست دي علاء. اتصرف يا ثروت. يا فندم اذا امرت ان تطاع فامر بما يستطاع. انا رئيسك المباشر وبقول لك اتصرف، افتح الاعتماد. حاضر يا فندم. مش ممكن. حاضر يا فندم. والله هيودينا في داهيه. والله ما ينفع مدير مدرسه. صباح الخير. صباح النور. رانيا، ايه في اوفر جديد ولا ايه؟ لا النهارده جاي لك عميله. عميله؟ بس احنا وقفنا الكروت. كروت؟ على فكره انا جاي لك عشان افتح حسابين. حسابين مره واحده؟ ليه ورستي ولا ايه؟ فندم. ايه ده؟ ده توكيل حسنات وده توكيل ايسر. حسنات وايسر؟ دول هنود دول؟ هنود؟ حسنات دي تبقى امي وايسر ده يبقى خالي. انا اسف. طب انا ايه علاقتي باهلك؟ ما هم موكليني عشان افتح لهم حساب في البنك، فهمت؟ فهمت. خمس دقايق وجاي لك على طول. اتفضل يا ست، ده رقم حساب طنط حسنات وده رقم حساب خالو ايسر. تؤمرني باي خدمه ثانيه؟ ايوه انا لسه ما خلصتش. في ايه تاني؟ دول 2000 جنيه، عايزك تحطهم لي في حساب ايسر. 2000 جنيه؟ ده ايسر هيبقى أهم عميل في البنك. خمس دقايق وجاي لك. اتفضلي يا ستي. إيصال إيداع ب 2000 جنيه لخلو ايسر. في أمان الله يا رانيا، لا إله إلا الله. محمد رسول الله. بس أنا برضو لسه ما خلصتش. في ايه تاني؟ ما هو البنك ما اتفتحلكيش لوحدك. عايزك بقى تحولي ال 2000 جنيه اللي حطيتهم في حساب ايسر لحساب حسنات. انت جاي تهزري بقى؟ ما لسه حاطط ال 2000 جنيه في حساب خالو ايسر، ايه اللي هيخليني ارجعهم تاني في حساب شفاعات؟ جرايه يا مستر علاء، يا سيدي انا قادره بظروفي بظروف حسنات وايسر. الله ينعل ابو مستر علاء على اللي خلفه مستر علاء. ادي ال 2000 زفت اللي محيرين عيلتك من حساب خالو ايسر لحساب خالته حسنات. في ايه يا ماما؟ ايوه يا علاء، عايزاك يا روحي تروح لنهى بنت خالتك جامعه مصر. قلعوها الكسوه. قلعوها الكسوة؟ فيها ماما انا مش فاهم حاجة. ايوه حبيبي بقول لك روح لها الجامعة ضروري. لفوها بقى بالملايات وظبطوها. لفوها بملاية وظبطوها؟ هم ظبطوا مين ولفوا مين بالملاية يا ماما؟ بنت خالتك. بنت ايه يا واد انت مش بتفهم مني بسرعة ولا ايه؟ روح لها الجامعة، عايزين ولي امرها. وانا ولي امرها يعني؟ امال خالته فين؟ لا خالتك؟ خالتك مش فاضية، خالتك مشغولة جدا، بتقطع في صور وهدوم مديح. ماما انا هروح انا وافهم كل حاجة هناك. لازم امشي. لو رايح الجامعة عندنا خدني معاك. مالكيش دعوة أصلا بالكلام ده، بتتصنطي عليا ولا إيه؟ اسمع كلامي، العميد هناك حبيبي ممكن أخلص لك أي مشكلة، مش أنا قايلة لك إني متخرجة من نفس الجامعة. هتيجي معايا بس تستني قدام مكتب العميد بره، أنا بحل مشاكلي بنفسي. وبعدين ما يهمنيش لا عميد ولا لواء. ماشي. يلا بينا. علاء، حقني علاء. ومين ده كمان؟ ضحية جديدة ولا إيه؟ ممكن أفهم في إيه بالظبط يا فندم؟ ده علاء ابن خالتي وولي أمري في نفس الوقت. ولي أمرك ولا مأجراه عشان تداري عملتك قدام أهلك. بيقول لك مأجراه، ليه شايفني موتوسيكل؟ ما تتكلم كويس يا فندم. اخرس يا ولد. حاضر.
حضرتك يا دكتور لو مش مصدقني انا ممكن اديلك التليفون بتاعي اتكلم ماما وهي تقولك انه ولي امري. يا جماعه انا بجد مظلومه قوي. مظلومه؟ والثلاث بهات دول ضربوا بعضهم عشان مين؟ عشاني. امال عشان مين يا فندم؟ عشان خاطر الست الهانم الانسه اللي مش متربيه ماشيه مع الثلاثه دول في وقت واحد. مع الثلاثه في وقت واحد؟ كويس انك مت خلو مديح قبل ما تشوف اليوم ده. قالوا كان فاكرك شويش طلعت شويشه. بص يا علاء هو في misunderstanding في الموضوع بصراحه يعني كده انا ما كنتش عايزه اقول بس هقول وخلاص. هم اللي كانوا بيعكسوني. دي بتستهبل. ايه ده؟ ده اللي متلغيني اصلا يا فندم. دي بتحور. دي مقرطصاني. لا علاء انت لازم تصدقني بجد هم اللي كانوا بيعكسوني. اخرسي اخرسي. وانت يا استاذ اتفضل خدها فاصل اسبوعين وانتوا كل واحد على المحاضره بتاعته. يلا. انا بتعهد لحضرتك يا فندم مش هتعمل كده تاني. وعد. المقابله انتهت. اتفضل اتفضلي قدامي يا هاني. مساء الخير يا دكتور نصير. ايه ده رانيا؟ مش معقول. اهلا وسهلا. انا مبسوطه قوي ان حضرتك لسه فاكرني. يا شكلك زي ما انتي ما تغيرتيش. وحضرتك ما شاء الله عليك شباب زي ما انت طول عمر لسانك حلو. لكن ايه اللي فكرك بينا؟ انا كنت جايه عشان خاطر نهى. نهى؟ وانتي تعرفيها منين؟ انتي متخرجه قبليها بكتير قوي. لا ما احنا قريب بس من بعيد. كدابه. نعم كدابه. وهتشوف هيعمل معاك ايه في البيت لما نروح. حسابي معاك بعدين. خلاص يا استاذ انت جاي تتكلم دلوقتي؟ موضوع الفصل انتهى عشان خاطر رانيا. اتعلمي منها حاجه. وانت يا رانيا اشرحي لها ازاي كنت بتتفوقي في دراستك في الجامعه؟ ازاي كنت بتشتغلي وتصرفي على نفسك عشان ما تاخديش من اهلك فلوس؟ انا متشكره جدا يا دكتور نصير. بقول لحضرتك ايه؟ كان عندي ليك اوفر 3 ليالي في الفلبين ب 12000 جنيه. الله انا بحب الفلبين قوي. انا هكلم نازك مراتي ونكلمك بالتليفون. متشكره جدا يا دكتور نصير. هستنى تليفونك ان شاء الله. قول يا هانم خليها رقبه العيله قد السمسمه. قولي في ايه حصل ايه؟ طب الهانم كانت هتترفض من الجامعه اسبوع. لازم تترن على قدامي دلوقتي. ليه علاء؟ ثلاث ولاد معايا في الجامعه ضربوا بعض عشاني. انا ذنبي ايه بقى؟ ثلاث ولاد كانوا ضرب بعضهم عشانك ليه؟ شاكيره معاهم في السكشن. ثلاثة يا حبيبتي وما حكيتيليش. تحكي لك عن ايه يا ماما؟ الثلاثه عندنا ضيوف. رانيا ازيك؟ منورانا البيت كله منور. ميرسي. عارف مكتوب لنا على البطاقه ولا ايه؟ ده انا لو قريني مش هيبقى ملازمني كده يا رانيا. لا بقول لك ايه لولاها كان زماني مفصوله من الجامعه خالص. بجد ميرسي قوي قوي يا رانيا. مش عارفه من غيرك هنشوف كنا هنعمل ايه. رانيا لازم تتغدي معانا. الغدا جاهز. يلا بقى نروح نتغدى. يلا 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 نروح نتغدى. يلا يلا اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي يا رانيا. عامله لك مخصوص النهارده الباميه اللي انت بتحبها. انا عمري ما حبيت الباميه يا ماما. على فكره يا طنط انا ما عملتش حاجه النهارده. علاء هو اللي خلص الموضوع مع العميد. انتي أمورة قوي يا رني. ربنا يخليك يا تيتا. والله انتي اللي زي القمر. قمر البعتة شرهك سكر قدامك أبو. خلاص يا بنت. وجمالي مشعل حل. خلاص يا تيتا في الضيوف يا حبيبي. نفسي أعرف ازاي يا تيتا يبقى عندك الصوت الحلو ده وما تغنيش. الحب. الحب؟ لولا جوزي الله يرحمه كان زماني قعدت وتربعت مكان عايدة الشعر. مش معنى عايدة الشعر يعني مش شفيق جلال مثلا. عشان انا وهي كنا بنغني نفس اللون وقدمنا في الاذاعه في نفس اليوم. بس النصيب بقى. اوعى تفقدي الامل يا تيتا. المستقبل لسه قدامك. ان شاء الله هقدم لك في ذا فويس كيدز. المهم خلينا في المفيد دلوقتي يا خالته. بنتك لازم تتستر في اقرب وقت. قصدك ايه يا علاء؟ قصدي اللي سمعتيه. اللي كان لازم تعرفيه من زمان قبل ما تجرسنا اكتر من كده. ايه اللي انت بتقوله ده يا علاء؟ اخرسي. هي انت شايف ايه علاء؟ شايف ان احنا ندور على اي عريس اهبل نلبسولها وهو بالمره يغسل عرها. هي حامل؟ لا مش للدرجه. في كام شهر؟ بقول لك مش للدرجه. اسمه ايه؟ يا خالته مش للدرجه دي. بس لو سكتنا عليها اكتر من كده يا عالم بكره ايه اللي ممكن يحصل؟ روقي روقي يا نوال. سيبونا من الموضوع ده. الله يرحمك يا بابا كان عندك حق. كان عندك حق. تدوب وترق وترجع تاني يا قلبي الدق. بذمتك شفت جمال كده في الدنيا؟ زي الملايكة ما تشوفها ورداية تحلم تقطفها جامدة فحت من فوق وتحت. ما تحترم نفسك يا جدع انت. وانا بوريك صرصة في نار. بقولك بنت خالتي وانا في مقام ابوها دلوقتي.
مش دي اللي انت هزقتني بسببها يوم العزاء؟ وبهزقك علشانها دلوقتي. البيوت بتتدخل من ابوابها. انت يا نعم انسان قذر ومالكش مله في موضوع الحريم، بس ابن حلال لا سيكا وتستاهلها. وانا عن نفسي موافق. موافق على ايه؟ على الخطوبه. ايه ده؟ انت هتخطبها؟ انت اللي هتخطبها يا متخلف. شوف بقى لما انسان زي بيكره الستات وضد موضوع الجواز يديك هديه زي دي، ثق انها جوازه ما يعلم بها الا ربنا. لا انا واثق ان في حوار. اسكت، ما انا ما قلتلكش، مش انا غيرت كل مفاهيمي واعتقاداتي؟ اكتشفت لا سيكا ان الجواز ده احلى حاجه في الدنيا. استقرار، يبقى عندك بيتك تلف لفتك وترجع غيتك، خاصه من عيله امي، هاديين وراسيين ووارسين. هستناك انت وابوك وامك يوم الخميس الجاي، ما تنساش تدخل بحاجه حلوه من دمياطي، تبقى لابس حاجه محترمه كده. ها، نشرب الشربات وبالمره افرجك على عروسه. في يا عم علاء، عروسه مين؟ العروسه انا اللي لسه موريها لك في الالبوم بنت خالتي. بقول لك ايه، انا ما اكلش معايا اللي انت قلته ده خالص، انا مش موافق. طب تحب بقى الفيديوهات اللي مصورها لك مالتو وانت بترقص على اغنيه ازعرينا؟ تحب تشوفها على اليوتيوب بكره الساعه كام؟ تحب نقرا الفاتحه هنا ولا في البيت عند العروسه؟ طب انا بقول كده من الصبح يا سيدي. الف مبروك. الف مبروك. مبروك. احنا لازم نزن عليها دماغها جزمه قديمه زي امها. وليه ما تقوليش الناس يا خالتها؟ يا حبيبتي ما تشوفيه، هتخسري ايه يعني؟ طالما جاي من طرف ابن خالتك يبقى هو ضمنه. والا ضمنه او تصحابه. أوطاهم نفسا وأعلاهم شأنا، محترم. وعيلته ناس محترمة جدا. خليه يتفق مع أهله ويجوا يزورونا بكرة. كويس بكرة إيه؟ لا طبعا لازم تحضيرات وتجهيزات عشان مناسبة زي دي. ده تافه. ما تشغلش بالك يا حبيبي، قول لهم إن إحنا منتظرينهم يوم الخميس الجاي. إيه ده؟ إيه ده؟ هو إيه ده اليوم الخميس؟ شش، فيلي بقك خالص لغاية ما نبقى لوحدنا ونتكلم في شقتنا. وانت كمان مش ناوي تسمع كلام طليقك وترجعي له جمعه وسبت؟ ارجع له جمعه وسبت ايه بس؟ انت فاهم غلط. البي مصمم ما يرجعنيش غير بشرط واحد بس، ان انا اخد اجازه من شغلي جمعه وسبت، وانا مصممه ما اخدش غير الجمعه بس. ده اسمه جواز؟ ده اسمه ديوز. ويا ترى مدياله اليوم كله ولا في اوقات محدده؟ على فكره انت بقالك اكتر من سبت بتاجزي. انا؟ لا طبعا. لا اطلقك. النهارده ايه يا شيرين؟ السبت. وقعدة في وسطينا وناسية شغلك خالص. هو عندي مش أكتر. حاسة إن الوضع مفروض عليها. جوزك أهم من شغلك العبيط ده. لا، شغلي هو اللي ينفعني. ولا عايزني أتطلق وأتساب فجأة زي ما أبوك عمل في أمك زمان. والأولاد يتقسموا ويتفرقوا زينا. مليون مرة أقول لك ما تستهزقش بأختك واسمعها. أسمع لمين يا ماما؟ أسمع لواحدة ما بتحترمنيش ولا بتقبل نصيحتي؟ انا وشيرين بنفضل حبايب لحد ما بتحكي لي حاجه ابدا انصحها تقلب بخناقه زي ما انت شايفه. ايوه، الست ما بتحبش اللي ينصحها، الراجل يسمع وبس. يسمع وبس؟ ليه تافه؟ انا ماليش راي. لا يا حبيبي، احنا طبيعتنا كده، الستات ربنا خلقهم كده، وهو ده اللي هيريحها. جوزها بقى اللي بقى يريحها، مش ناقص بلاوي. فيها اللي مكفيني. اهلا يا سمر، ازيك؟ كده ما بتسالش فيا؟ عندك حق، انا فعلا مقصر معاكي. ان شاء الله الاسبوع الجاي هستاذن من مدام اغاني واخدك ونخرج. انا عايزه اعيش ثاني يا استاذ علاء. النهارده الخميس، ممكن تاخدني كمان شويه ونروح الملاهي عشان اركب الدوده والقطر. عايزه تعيشي سنك؟ وانا كمان عايزه اعيش سني، بس للاسف نوع جايه لعريس النهارده. عقبالك، السبت الجاي هكون فاضي. خلي نوع تنفعك، انا هاخد ماما ونروح. يا حبيبي يا حبيبي يا ابني يا روحي يا حياتي. يا ماما ده، يا ماما ايه يا ماما ده؟ بترج ازاز الدواء كح. ايه اللمه دي كلها؟ انتوا لسه ما خلصتوش؟ تعالى يا حبيبي اقعد جنبنا ونسني. ايه، مش بنعمل مانيكير وباديكير وشعريك وصبغه شعريك؟ احنا عيله عريقه، لازم نبان قدام اهل العريس ان احنا براقين. براقين؟ وحبك تبركوا كلكم في شقه واحده؟ ما خير ربنا كتير عندنا بدل الشقه عماره. تعمل فتله؟ فتله؟ تعرف توصي رجاله يا باشمهندس؟ تمام. طب دراج للقفل. يا دبله الخطوبه عقبالكم كلكم، ونبني توبه توبه تعشي حبنا، نتهنى بالخطوبة ونقول
من قلبنا قبلت الخطوبة عقبالنا كلنا. ألف خطوة عزيزة نورتونا. ده نورك يا اسطى. ايه يا اسطى دياب؟ انت قاعد مع سباك ولا ايه؟ احترم نفسك. والله عايزني اقول لك ايه يعني؟ اقول لك يا انكل ولا اقول لك يا حاج ولا ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، مامتك أمرايا يا حبيبي. عندك حق يا ماما، انا اول ما شفتها قلبي انفتح لها. وانا اتربعت في قلبي من قبل ما اشوفها. ميرسي. ادخل في المفيد يا سيكا. بصراحة يا علاء يا اخويا الحتة حلوة وتستاهل. حتة يا ابني، انت جاي تشقط ولا جاي تخطب؟ بص يا مدام، احنا متفاجئين زيكم بالظبط. الولد رجع من كام يوم وش الفجر وصحانا انا وابوه من النوم وخدنا في دوكا وقال ايه؟ عايزنا نيجي نخطب بنتكم نوه. خدكوا في دوكا؟ ده خبر جديد بالنسبه لي ان سيكا جاي يخطب نوه، يعني ما شاء الله. ما تتعدي الاب وانت بتكلمنا، ايه نسيت نفسك ولا ايه؟ فاكر لما اتمسكتوا كذا مره وانتوا سكرانين وانا اللي ضمنتكم؟ وفاكر لما اتمسكتوا بسجاير البانجو؟ بانجو؟ بانجو يا علاء؟ والله يا ماما ما كان بانجو، كان حشيش وكانت سجاره واحده في حياتي كنت هموت بسببها. انت جاي تشردني ولا يا عم؟ تعالي يا عروس. ادي جامد. هاي. اقعد. احب اعرفك يا نهى، سيكا صديق عمر متقدم لك، مش هنلاقي عريس انسب منه. احنا قلنا نديكي سنتين ثلاثة تفكري فيهم، وبعدهم يبقى في خمس ست سنين فترة تعارف تحت عينينا طبعا. سك 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 سك. انت بتلغي كتكوت ولا ايه؟ هي مش من عيلة الديك يا عم. من عيلة الديك تقول لها سك سك سك؟ بتضحكي؟ انت تقول لها سك سك وهي تقول لك. هما شبه بعض يا جماعة. احنا نلبس زبل ويعملوا شهر العسل في الفيوم. ربنا يخليكوا ليا، شرفتوني. صعب الله يطمر. انا راجل ما بحبش الحال المايل. انت ايه ما صدقت جالك عريس؟ ايه اللي عاجبك فيه ده؟ طريقته جديده وجريئه يا علاء. بص انا خلاص حبيته. حبيتيه عشان سك 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 حبيتيه؟ انا عايزك تسمعيني كويس. حاضر. اللي هقول لك عليه تعمليه بالحرف الواحد. حاضر. هيقول لك ماما عيانه وعايزه تشوفك، تلسعي بالقلم على وشه. حاضر. هيقول لك عايزين نتكلم في هدوء، تعالي نطلع المقطم. تصوتي وتلم عليه ام تلاقي اله الا الله. اصوت ايه على ايه الجو البلدي القديم ده؟ انا بقول جو قديم؟ طب وايه الجو الجديد بالنسبه لك؟ يعني في سيلف ديفنس. انت بتتكلمي صح، انا عايزك تعميه. البت مش زيها، انا دورت عليها في كل الملاهي مش زيها. البت راحت خلاص يا زبتي. الاقيها فين يا اختي؟ ايوه اغني هنا. الحاني يا استاذ علاء، البنت صبرت هيك مني مش لاقياها. ايه؟ دورت عليها في الملاهي كلها مش لاقياها. طيب انا جاي لك حل. في ايه اللي حصل؟ سمر بنت اغاني تاهت في المتاهه، تاهت في الملاهي. بدانا بقى الافلام الهابطه. تفتكري؟ حرام عليكي يا خالته، يعني هتدور على بنتها؟ الحاني يا استاذ علاء، اخر مره شفتيها فين؟ البنت غفلت عنها يعني. ثانيه واحده دورت ما لقيتهاش، صعب ادور عليها. جات لي كنت السكر ووقعت واتدهول. الحاني البنت ضاعت مني خلاص. هنلاقيها ان شاء الله. ضاعت مني والله ضاعت العظيم. اهدي ما تخافيش يا حبيبتي. يا حبيبتي يا اختي قلبي معاكي. هنلاقيها. ما تخافيش يا غالي، علاء حيالي بالدنيا ويلاقيها لي. علاء ده بتخلص تجيب البنت من تحت تعطي الارض. المهم احنا دلوقتي نقسم نفسنا يا ماما، انا هدور. انا لقيتها. ماما سمر حبيبتي يا بنتي. كده يا سمر كده تعملي في امك كده يا بنت؟ اول ما ماما عفاف كلمتني ما فكرتش، طلعت جري على نادر بيه رئيس مباحث مدينه نصر. والصراحه الراجل ما اتاخرش، لقيناها واقفه على مسجد الشارع بتعيط. والله رانيا لو مصاحب المفتش كرومبو مش هيخدمني الخدمات اللي انت بتخدميها. انا بقى هجيب لسمر موبايل عشان لو حصل كده داني يكلمني. يا حبيبتي يا شيرين، ربنا يريح قلبك. ربنا يريح قلبك. والله انتوا طلعتوا بقى على الفاضي. الا الدنا يا علاء. Thank you.
بقول لك ايه يا لولو، عايزاك في خدمه. لولو دي ما بتريحنيش. عشرين خير؟ لا ما تخافش خالص، جمعيه المراه اللي انا اسستها هتشترك في مهرجان نسائي بتنظمه المنظمه الدوليه للمراه، وداخلين بفيلم قصير عشان نعرفهم باهتمامات جمعيتنا ونقنعهم ان هم يقبلوا عضويتنا. وانا مالي بالكلام ده؟ المفروض اعمل ايه؟ انا اللي اقنعهم لك مثلا؟ لا خالص، بس انا عارفه ان انت كويس في التصوير، فانا عايزاك تساعدني نصور كام كلمه كده لكام واحده ست وتمنتجهم لي. بس بقول لك ايه والنبي، انا مستعجله جدا، المهرجان لمده 10 ايام وانا ما صدقت اخدت ميعاد عرض اول يوم، وانا فعلا محتاسه مش عارفه اعمل ايه. ما تشيليش هم، هصوره لك. وانا بقى ورايا حاجه غيركم. ايه ده؟ غريبه. ايه الغريب في كده؟ اول مره اطلب منك حاجه وتوافق عليها بالسهوله دي. بجد؟ هو العلم مصنوع من جبس ولا ايه؟ العلم ما بيرفرفش لوحده ليه؟ زودي زودي الرجاجو اكتر. ما يلا يا ست ناديه الدنيا. اوه مش بظبط ولا ايه؟ الشمس هتقع. طيب قمر يا ماما، بصي بقى يا حبيبتي، انا هسالك السؤال دلوقتي وعايزاكي تاخدي راحتك خالص. اوكي اوكي اوكي. يلا يلا يلا. الشعر حلو قمر. 3-2 اكشن يا ديفا. ماما هو بابا طلقك ليه؟ لا انا اللي طلبت الطلاق. كان راجل صعب، كان محسسني كاني عايشه في معسكر تدريب، حتى كان بيقوم بدور الزوج بشكل روتيني وممل. في ستات كتير كانت ممكن تستحمل العيشه دي، وانا كمان كان ممكن استحمل، بس كنت مستنيه منه القليل اللي بخل عليا بيه. كان كل امنيتي انه يفتكر عيد ميلادي، يجي لي في عيد الحب بوردتين. كان نفسي يكسر المألوف ويقول لي وحشتيني. كان نفسي يغير الروتين ويدخل لي بزازتين بيرة مشبرين. ستوب! بزازتين بيرة ايه؟ مين اللي داخل عليك بزازتين بيرة؟ ليه متجوزة عبد موتك؟ اختك قالت لي افتحي قلبك. قالت لك افتحي قلبك يا ماما، مش تفتحي على الرابع وتشردي بابا الله يرحمه. انا مش زعلانة منه، بس كان نفسي قبل ما يموت يقعد معايا قعدة واحدة بس يقول لي فيها ان انا ست مليانة عيوب، ان هو مش مرتاح معايا، يمكن كنت اعذره وافضل احبه. هو في حاجة غلط، يمكن ان انا سمعت كلامه وسبت شغلي في مجال السياحة. بس انا سبت الشغل افتكرته عايزني اتفرغ له، عايزني اقعد معاه هو بس. انا غلطانة اني اخدت القرار ده، لطفاني، خلاني تافهة، خلاني بقيت عاملة زي العيل الصغير المتعلق في ديل ابوه مش عارف ياخد قرار غير لما يستأذنه. انا زوجة فاشلة بمعنى الكلمة، انا واحدة بتحب البونص اكتر ما بتحب جوزها، بحس بقيمتي وذاتي وانا باخد قرار مهم في الشغل، بحس ان انا متضايقة ومكسوفة وانا بغسل او بطبخ، بدافع عن حقوق المرأة وانا نفسي معرفش ايه النموذج المثالي للست. مديح ما اتجوزنيش عشان نقص في مراته لا قدر الله، لو النبي كان دايما يقول لي ان جوزي ابو بنتي الله يرحمه له فضل عليه، عشان كده قال لي اتجوزني يرعاني انا وبنتي، وانا رضيت اكون در عشان ما تبهدلش ولا حد يطمع فيا. انا كان قدامي طريقين، اما اكون عايده الشعر او اكون بطه ديك، وانا اخترت ان انا اكون بطه ديك. انا عارفه ان انا لو كنت ضغطت عليه شويه كان هيوافق، اصل كان بيخاف مني. طب ليه ما عملتيش كده؟ ما قدرتش، عشان انا عارفه ان هو كل مره كنت هغني كان هيتضايق، وانا ما كنتش بحب اضايقه ابدا. طب وهيتضايق ليه يا تيتا؟ عشان كان بيغير عليا من الموسيقار محمد الموجي. محمد الموجي حته واحده يا تيتا؟ يعني اشاعه ان كنت ماشيه مع محمود شكوكو دي حقيقه؟ ايه بتضحك على ايه؟ دي جدتك كانت صاروخ، ده انا حتى كانوا مسميني بط قرن الشطه. بط قرن الشطه؟ تيتا ميعاد نومها جه. ستوب! نهى يا نهى ركزي معايا. طيب طيب. بابا الله يرحمه كان طول عمره مقفل عليا جامد قوي، عشان كده كنت جوه البيت حاجه وبره البيت حاجه تانية خالص. ما تتلمي يا نهى. الله احنا اكيد زعلانين ان جوازاتنا ماتت، بس الاهم اننا مع بعض. معاطي الله يكحمه مطرح ما راح، دول جنس عايزين حرب ولاد الله. ستوب! مش كفايه انا جوايا اني بصورك وانت مش مستحميه بتشتمي صنف الرجاله وانا واقف؟ رايح فين يا علاء؟ يلا سيبيه سيبيه. لا ايوه خليكي لوحدك كده. خلاص خليكي لوحدك. البيره دي حمضانه، هي في بيره بتعمض.
هات زغروف. ايه زغرف يا اخويا؟ زغرف يا وليا. اهو ما هي شقه ابوك. ده علاء. ايه ده؟ ما هي الندله في الدم يا ابني. والله ليك وحشه يا شقيه. كفاره يا جدع. امال الواد سيكا فين؟ سيكا بقى خلاص الله يرحمه، جاله اللي جاله، الحب وسنينه. طمنتنا الله يطمن قلبك. راح فين؟ داخل لما انتش فيلم كده بسرعه لشيرين على الفاينل كات. ايه ده؟ ايه التغيير ده يا شقيه؟ هتعمل شغل لاختك وعلى الان كات؟ ان كات؟ لا بيتفرج معاك بقى يا اخت نايل. الان كات ده الفيديو اللي هبعته لمراتك وانت بنضاره الغطس وبتتحرش بالفك المفترس. ليه؟ بكي نازله؟ وبعدين ايش عرفك ان انا كنت بنضاره البحر؟ انت عرفت منين؟ إيه؟ يا اخت نايل انا متصور. تعالى يا بيه افرجك. يا سلام. اوه يا نهار اسود. ده هو شو خطفني كمان وكمان. ايه على انت لسه فيك الخصلتين دي؟ بتصورني وانا سكران؟ عندي سيديهات ليكوا كلكم، اقسم بالله اجيبك بلبوص. حلوه يا علاء حلوه. انا هشرب شاي. تشرب؟ اشرب. تشرب يا علاء؟ اشرب معاك. مش ناوي تقول لي برضو اسمك ايه؟ مضطر اقول له على اسمي لا يكون ماسك عليا فيديو. اقول له انا اسمي شيرين. شيرين؟ شيرين ايه؟ عبد الوهاب. اه يا ليل. عشان كده ما كنتش عايزك تعرف اسمك. شيرين عبد الوهاب. انا رايح اعمل الشاي. تعالى عاوزك. شيرين وست بيت كمان. لهلوبه. تعالى قدامي يا لهلوبه. هعمل لك شويه شاي يا لولو. تعالى. من الكلب مصورني مع البت وانا عمال ارقص. عشان هفه. انت اللي هفه اكتر مني اتنايل. ليه؟ مصورك في الحمام وانت قاعد على القعده وعامل كده. ايه؟ حله عندي. حلو قوي. ايه ده؟ ده صراصير. زرزره. ده انا هدمره. حط شاي. نايا حلال في الشريك كله. شت. انا مش مبينه له انا ناويه له على ايه. بالهنا والشفا. بالشفا والهنا. يا سلام. ايه يا سلام؟ ايه بقى انت؟ حاضر. كوبايه شاي جت في وقتها يا رجاله. دي شكلها هتبقى سهرة صباحي. صباحي؟ ايه ده؟ ايه اللي انا لابسه ده؟ يا نهار اسود. الساعة 2 الظهر. ايوه رانيا اقفلي دلوقتي. رانيا هكلم شيرين وارجع اكلمك تاني. محدش هيرد عليك، كلنا في الاستاد والدنيا زحمة جدا. انت كنت عايز حاجة؟ لا هترد عليا في فيديو المفروض ابعته لها دلوقتي بس موبايلها مش لاقط. ما قالت لي انك سليتها لحد ما بعت لها الميل النهارده الصبح. ميل بعته لها الصبح؟ انا اصلا الفيديو لسه ما خلصتوش. حاولي توصليني بيها يا رانيا. لا طبعا الدنيا زحمه جدا وانا ما اعرفش شايفين اصلا. هو في ايه؟ لا 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 مفيش يا رانيا مفيش. سلام. فيديو اللي بعته لها الصبح. فيديو ايه؟ يا نهار اسود.
21 المرأة بطبيعتها بوشين تحت المكياج الخادع. يا إما عمر صاطع يا نوع من أنواع الضفادع. امسح مكياج صاحبتك هتلاقي سيد ابن عمتك اللي بيمشي ورا الستات بيحصل له ثلاث حاجات، يا إما في محكمة الجنايات. أيوة قتلتها وخلصت الناس من شرها، يا إما في صفحة الوفيات. Is this the way? Egyptian man, be a woman? No, of course not. This is a mistake. عزيزي المتزوج، احتفظ في محفظتك بصورة لزوجتك، وإن مررت بضيقة أو مصيبة، انظر إلى الصورة وتذكر أن لديك مصيبة أكبر بكتير. عزيزتي المرأة، أنت في حياتنا مش فارقة. إيه ده؟ هو أنت ده؟ أنت؟ خد تعالى يا أنا! تعالى هنا! كفايه عد يا طنط، كفايه عد يا طنط بقى، كفايه عد بقى. عد ايه بس يا حبيبي؟ الف حمد لله على سلامتك. وايه اللي حصل يا ماما؟ انا فين؟ ارتجاج بسيط في المخ بس الحمد لله جت سليمه. انا زعلانه منك يا علاء. ليك حق تزعل يا ماما، وليكوا حق تزعلوا كلكم، بس والله العظيم مفيش بس. انت النهارده قضيت على مستقبلي في مجال حقوق المرأة وعلى صورة المرأة المصرية عامة. منك لله، انا مش عايز اعرفك تاني. شيرين استني يا شيرين، خديني معاكي ومش هقولك باي باي كمان. وانا كمان ماشية. اسفخت عليك. اسيبنيش يا تيتا. لو احتجت حاجة يا حبيبي ابقى كلمني في التليفون. اسيبنيش يا ماما. كفاك معاهم ماما، ما تسيبونيش. ما تزعلش نفسك، هما ستات كده مشاعرهم دايما هي اللي بتحركهم، وانت جرحتهم قوي علي. سيبيني لوحدي دلوقتي لو سمحت يا رنا. بعد اذنك. ادخل. ها اخبارنا ايه النهارده؟ الحمد لله، بس عندي شويه صداع خفيف. احمد ربنا انها جت على قد كده. انت ليه مش بتقولهم يفتحوا لك الستاره؟ خلي الشمس كده تخش عشان تفوقك. مش بذمتك كده احسن؟ احسن. متشكر لك يا دكتور. دكتوره، هو انت شايفني دكتوره يا علاء ولا ايه؟ هو انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ حضرتك انا في مستشفى وحضرتك لابسه بلطو ابيض وعلى رقبتك السماعه، اكيد هتبقى دكتوره مش مدرسه العاب. انا عايز اخرج حضرتك. لا لا تخرج، استنى بس، انت لازم تقعد يومين تحت الملاحظه. سيبيني لو سمحتي، انا عايز اخرج لو سمحتي. ارجوك بس استنى يا وليه. سيبي ايدك، عيب كده، اي حد معدي هيفتكرك بتتحرشي بيا. اتحرش بيك؟ انا هخرج يعني هخرج. في علاء، انا اسمي الدكتور تحسين. تحسين شفاعات نانسي، لو سمحت انا عايز امشي. يا علاء استنى، واضح الخبطه اثرت على دماغك وخليتك تشوفني واحده ست. حد مصلتك عليها عشان تجننيني؟ انا مش ناقص حضرتك، وسعي لو سمحتي. وسعي. يا علاء استنى، يا علاء استنى. انت شايفه ست اللي عايزه تجنني بنت المجنونه؟ والنبي حد باب المستشفى منين؟ سلام يا استاذ. يما
انت لابسه كرافته ليه؟ حتى الاسعاف نسوان؟ انا اسف يا استاذ. لو سمحت يا رجاله فين؟ هو مفيش رجاله ليه؟ مفيش رجاله ليه؟ يا مخي. حتى الواد سعيد بتاع المكوى بقى سعد؟ انا مش مصدق اللي انا شايفه. ده كتير على دماغي ده. خشيلي خشيلي. يوه علاء مش تقول انك جاي، ده كلام بردك. الله ده علاء مش غريب. لكن يقول اغير. الله اتاخرت ليه علاء؟ ده احنا جايبين رجاله والليله هتبقى ولعه. انا هجيب الشرب والمزاد بقى. مكسوف من ايه يا علوقه؟ الله مالك يا واد ما تخلش كده. تعالي يا لولو. علاء. علاء. انا عارفه يا حبيبي ان احنا تعبناك، وعارفه ان احنا حملناك فوق طاقتك، بس نعمل ايه علاء؟ ملناش حد في الدنيا غيرك يا حبيبي. انا زعلت بس توظف اي حاجه، المهم ان انت تقوم وتقف على رجلك. حبيبي سلامت سلامتي ابتسمت تنور حياتي وتدي قهاتي. حبيبي سلامت. انا زعلت منك عشان كده ما روحتش المستشفى، بس والله انا بحبك ومش مستعد اخسر الانسان الوحيد اللي بقى سندي في الدنيا. انا حتى بعد ما اتجوزتيك هتفضل انت ولي امر والراجل اللي بيقف لي لو حصل لي اي مشكله. طب لو انا تهت دلوقتي هكلم مين على الموبايل؟ شد حيلك يا استاذه علاء. علاء سامعني؟ طب بما انك مش سامعني بقى، كان في حاجه نفسي اقولها لك. انا حاسه اني بحبك، معرفش ازاي، بحب اكتر واحد في الدنيا بيكره الستات، واكتر واحد بيعامل الستات وحش. يظهر كده ان اللي قال ان الست بتحب الراجل على حسب ما يعاملها طلع حمار. ازيك يا ماما؟ اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ زي الفل. الله، مين معاك؟ مش تعرفيني؟ ده بقى يا ستي علاء الديك. علاء الديك؟ اهلا يا علاء يا ابني. راضيه ياما حكيت لي عنك وعن عيلتكم، ما محبه الا بعد عداوه. الهي ربنا يفتحها في وشك يا علاء يا ابني. هي امك اسمها ايه؟ عفاف. فوفا. الهي ربنا يفتحها في وشك يا علاء يا ابني فوفا. اما اروح بقى اجهز لكم الغدا كويس، دي سنه الفرحه كلها. مامتك طيبة قوي. اتفضل. ورايقة. أمي دي أجمل ست في الدنيا. بابا كان ضابط جيش واستشهد في حرب الخليج، كان عمري ساعتها تقريبا 3 سنين، وهي كانت لسه صغيرة وحلوة، ما رضيتش تتجوز وتجيب لي جوز أمي. عاشت عمرها كله ليا أنا بس، كانت بتصرف عليا من شغلها ومعاش بابا الله يرحمه. الست دي طول الوقت بتضحك، تزعل تضحك، تتعب تضحك، وضحكتها دي هونت عليها حاجات كتير قوي في حياتي. بذمتك انت نفسك لما وقفت معاها دقيقتين مش ضحكت؟ صحيح. بس الضحك معدي على فكره. عرفت ليه ما اقدرش اسيب الشغل وبستحمل سخافه ناس كتير؟ عشان اكرم الست دي وارد لها جزء من جمالها. فعلا ست عظيمه، تستاهل اكتر من كده بكتير. بمناسبه رد الجميل، انت عارف ان انا بوظت لشيرين اختي عضويتها في المنظمه اللي هي كانت شغاله فيها. حبيبتي دي كانت هتتجنن. انت الوحيده اللي تعرفي تساعديني. فاضل 3 ايام على حفله الختام، وان شاء الله هنلحق. عايز تعمل ايه؟ انا جبت كشف فيها اسماء اعضاء الجمعيه العموميه بالمنظمه، في نمر تليفوناتهم. لو قدرت تستغل امكانياتك في التناحه والرزاله والزن بان انت تقنعهم انهم يدوها فرصه ثانيه لحفله الختام، يبقى حلنا لها كل مشاكلها. انت جيت لي في ملعبي يا معلم. كام دول؟ 117 اسم.
كام؟ 117. ودول بقى هشحن لهم بكام ان شاء الله عشان اكلمهم؟ قتيله امسك يا ست تليفون، كلمي براحتك وفي دولي كمان. ما تقلقش يا رب. احنا مش هناكل ولا ايه؟ لا ناكل ايه؟ دول 117 اسم، يعني لو كل مكالمه من دول اخذت 10 دقائق يعني 1170 دقيقه، يعني تقريبا 16 ساعه ونص. ربنا معاكي، تسلم ايدك. Good afternoon, Mrs. Charlie. This is Rania Mahmoud from the Women's Rights Organization in Egypt. Would you please give us a second chance? Please, please, Miss Charlie, just one more chance. Bonsoir, Madame Nicole. Je suis Rania Mahmoud. Est-ce que vous pouvez nous donner une autre chance, s'il vous plaît? Pourquoi, Madame Nicole? S'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame Nicole. Pronto, buonasera. Io sono Rania Mahmoud dell'Egitto. Per favore. Per favore. Grazie. Grazie. Aloha. موشي موش هوندا سان واتاشي وان رانيا محمود تو موشي ماس أرجعتو غازايمس أرجعتو غازايمس. قولي نكتة كمان. قول لك في مرة واحد راح يشتري ساعة لقاها غالية اشترى خمس دقايق. حلوة حلوة. شفتي دي كمان؟ مين ده طن؟ ده بقى يا حبيبي أيسر أخويا ربنا يخليهولي، بيشتغل في الخليج بقاله يجي 20 سنة، ربنا يستره، هو سندي وضهري، مش مخليني محتاجة لأي حاجة أبدا. كل شهر بيبعت لي تحويل من البنك وببعت رانيا تستلمهولي. استنى اما اجيب لك كيك. تحويل في البنك؟ دانكشن دانكشن. رانيا هانت فاضي 62 مكالمة. هو مش خالك ايسر ده اللي كان؟ اوعى اكون قلت لماما حاجة. خلو ايسر متغرب وظروفه صعبة جدا، وانا يعني مش عايزاه تحس انها حمل عليا. الفكرة مش مامتك بس اللي عظيمة، انت كمان عظيمة. عايزة اعتذر لكم بالنيابة عن اسرتي، عن اللي عمله اخويا، والفيديو اللي اتذاع غلط، بس ده كان سوء تفاهم، وهو جاي عشان يعتذر، مش هيعتذر لنا احنا بس، لا، ده هيعتذر للمرأة المصرية عامة. يا جماعة من فضلكم هدوء شوية لو سمحتوا، من فضلكم. لو سمحتوا اسمعوني، من فضلكم. انتوا ما تعرفوش انا عملت ايه عشان اقنع 117 عضوة انهم يدونا فرصة تانية. اسمعوه بعد كده احكموا عليه. جرى ايه ستات؟ ده احنا مفيش اجدع ولا اطيب مننا. ولا ايه؟ انا مقدر زعلكم. بعترف بغلطي. بس اللي عايز اوضحه لكم ان الفيديو اللي انتوا شفتوه كان بيعبر عن انسان سطحي. أغبغان يردد كلام اتربى عليه. الفيلم اللي هتشوفوه دلوقتي اللي بيعبر عني بجد، اللي بيأكد ان انتوا اعظم حاجة في الدنيا. انا كان قدامي طريقين، اما اكون عايدة الشعر او اكون بطاطيك، وانا اخترت ان انا اكون بطاطيك. اصل الست لما تحب راجل بيغنيها عن كل الناس، وجدوك الله يرحمه خيرني بينه وبين الغنى، فانا اخترته عشان حبيته. الست ممكن تستحمل اي حاجه في الدنيا غير انها ما تلاقيش الحنيه عند اللي بتحبه. طب ليه ما فكرتيش تتجوزي بعد ما اتطلقتي؟ انا جالي ناس كتير قوي 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 بعد ما اتطلقت، وناس كويسين قوي، بس في حاجه واحده بس اللي منعتني. ممكن اعرف ايه هي؟ يعني انك لما تكبر متبصيليش بصة بايخة، بصة بايخة. يعني انت حرمت نفسك طول السنين اللي فاتت دي، وضحيت بشبابك عشان انا، عشان بصة مني. ده انا اللي ما استقلش منك ولو حتى بص يا ماما، وما استقلش منكم انتوا كمان بص. الطيبه والحنيه اللي في قلوبكم بتغلب اي شر او زعل، وبتنسوا. انا بعتذر لكم، وبعتذر لعيلتي، اجدع ستات في مصر. عايز اقول حاجه، البنت اللي جنبي دي المفروض ما كانش يبقى اسمها رانيا،
المفروض يبقى اسمها اشرف عكاش عرفاس، لانها بجد اجدع بنت شفتها في حياتي وانا عايز اتجوزها. انا مش عايز اسمع.